بارطاجيو ماكسيموم اللي استقالوا، تحية تقدير وعرفان، وتحيتنا لأخو لخوتنا الشرطة والدرك والجنود. لكن كارثة واش داروا اليوم النكاز، درتوا تبهديل، درتوا تبهديل الشرطة اللي راه يدعم في العهدة الخامسة، رحتوا حكمتهم في لوطوروت وراكم تشوفوا الفيديو. يا الحقارين، رشيد نكاز راني معاه اليوم، كي حقرتوه ودرتوا له بلوكاج في لوطوروت راني مع نكاز اليوم ولا غدا، غير الشرعي. شوفوا واش راهم يقولوا، راه سلال وراه ويحيى وراه الافلان وبوشارب هذاك، راهم يقولوا باللي رانا مع بوتفليقه، واليوم 3 مارس راحين يقولوا الترشيح تاعو الرسمي عن طريق الدستور، والدستور جابوا بالعيز اللي راح لف على المصحف وراح يزور الحلف تاعو وراح يمرر ترشح بوتفليقه يوم 3 مارس. لذلك نقول لخاوتي، نطلب من الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن يوم الاثنين ان يكون اضراب عام وشامل، غريف جينيرال بور ان جورني، الجزائريين اللي داخل الوطن وحنا الجاليه الجزائريه اللي خارج الوطن. حتى نقول لكم باللي هذا الترشح تاع بوتفليقه راهو غير شرعي، لا يحترم الماده 102 من الدستور الجزائري، راه مريض ما عنده لا قوه العقليه ولا قوه البدنيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. في الجزائر كاين رجال، كاين الناس مسؤولين اللي يقودوا الجزائر، كاين اشخاص. هذه راه مصير تاع امه. بوتفليقه ماشي، هذو رمي يساندوا في العهده الخامسه من اجل مصالحهم الشخصيه. هذه راهي مافيا، مافيا كبيره تاع بوتفليقه ويحيى والسعيد. راه يقول لكم باللي روحوا للصنادق، راهم متاكدين باللي الصنادق خادمينهم، قالوا لنا جماعه يوجدوا فيهم برك. لذلك ديروا اضراب شامل، العصيان المدني خارج وداخل الوطن، وحنا الجزائريه وحنا الجاليه الجزائريه اللي رانا خارج الوطن في فرنسا، رانا 5 ملايين وقعدت قبيل مع مثقفين ومنهم الناس المسؤولين على السنديكا تاع لي ميدسان، راهم 15000، 15000 ميدسان الجيريا هنا في فرنسا، راحين يديروا اضراب شامل يوم الاثنين ان شاء الله نكونوا مع بعضنا باش نديروا لهم كما درنا في وقت الثوره، ابان الثوره، والدينا وجدودنا اللي داروا اضراب شامل في لي زاني 58 وضربوا ضرب الصميم الاستعمار الفرنسي وخرج. واليوم المظاهره اللي راكم تعبروا عليها، والمظاهره ان شاء الله المليونيه تاع 1 مارس تاع البرومي مارس اليوم جمعه 2019، ستكون نفس المظاهره اللي صرات في ديسمبر 11 ديسمبر 1960. يا الشعب الجزائري راك فقت، لا سيد فوق سياده الشعب الجزائري. الشباب الجزائري قال كلمته، احنا ضد النظام، يسقط النظام تاع يحيى وتاع معاذ وتاع ولد قدور وتاع السعدي تاع لوجيتيا وتاع بوشارب وتاع جمال ولد عباس وتاع عمار غول، يسقطوا، ما تخافوش منهم، الخوف الا من الله. مظاهرة ولا مسيرة ولا احتجاج ولا تجمع يوم 2 سبت مارس على الساعة 2 في ليون. يا ناس ليون، لي جون دو لا كوميونيتي ليونيز، il faut sortir et dire non au 5e mandat. فوالا. انا عندي واحد كلكو الكلمات قالوا لي جماعه تاع اللي قعدت معاهم قبيل، قال لك الجاليه الجزائريه هنا في فرنسا ترفض العهده الخامسه طبقا للماده 102. نحن أكثر من 5 ملايين جزائريين نساهم في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في فرنسا، لذلك نطلب من كل الجالية بمختلف طبقاتها التعبير على الرفض الشامل لهذه العودة التي لا تخدم الجزائر.